وبالعودة إلى البيان الذي أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، وللتعليق عليه ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة للتظاهرات علي عزيز. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. أستاذي، أصدرتم في اللجنة المنظمة للتظاهرات بيانا أكدتم فيه على أنكم مستمرون رغم المؤامرات، ما هي المؤامرات التي تقصدونها في هذا البيان ولا يعرفها عامة الناس؟ نعم، نحن أصدرنا هذا البيان طبعا بناء أن هناك مجموعة تطلق على نفسها باسم اللجنة المركزية العليا للتظاهرات في بغداد، تزعم أنها تقود وتنظم فعاليات الانتفاضة وأنها المسؤولة والناطقة باسم ساحات التظاهر. إن هؤلاء الأفاقيين معروفين لدينا من خلال قبعاتهم الزرق وسكاكينهم التي طعنت مئات المنتفضين واختطفت وأخفت قسرا شبابنا التائر على مدى شهور انتفاضة تشرين. ويزعم أحد الأفاقيين زورا وكذبا إنه أحد شيوخ قبيلة السواعد العشيرة التي بذل خيرة أبنائها الغالي والنفيس وقدمت شهيد تلو الشهيد في سوح الانتفاضة. نؤكد من خلال بلاغنا أن هذه الزمرة تسعى لتخريب العمل الثوري المتواصل في الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها بلدنا الآن. أن هؤلاء الأدعياء يريدون سرقة الانتفاضة بالتعاون مع الميليشيات وأجهزة السلطة الفاسدة. لن يمر مخططهم الخسيس والنصر لانتفاضة تشرين إن شاء الله. طيب، أكدتم في بيانكم أنكم لا تربطكم أي صلة بما يصدر من بيانات من قبل جهات دخيلة مستغلة الظرف الراهن، ما هي الجهات التي قصدتموها؟ الجهات هي ذات الجهة، مثلا اللجنة المركزية التي أصدرت هذا البيان، وكل جهة مرتبطة بالأحزاب الحاكمة. اليوم الأحزاب الحاكمة سواء كانت الأحزاب الدينية أو الأحزاب المدنية، أحزاب السلطة الآن، أي بيان يخرج من أي شخص يتبع هذه الأحزاب نحن لا نعترف به بتاتا. طيب، ماذا تهدف هذه الجهات التي سميتموها من وراء إصدار بيانات منتحلة اسمكم؟ موضوع انتحال الاسم ليس بالشيء السهل. الآن هم يريدون سرقة ثورة اسمنا. الآن اسمنا الآن كلجنة منظمة لمظاهرات ثورة تشرين لا يمكن أن يغطى بغربال. اسمنا الآن معروف بالعراق ككل. هذه اللجنة تأسست قبل أن تنطلق الانتفاضة، هي التي أسست لهذه الانتفاضة ضمن المؤسسين الوطنيين، ولسنا نحن نسرق دور كل الثوار، كلا، نحن جزء من الثوار، نحن جزء من المنتفضين. الآن أن يسرقون ويكتبون باسمنا ونيابة عنا، هذا الأمر سنفضحهم ونعريهم بكل الشاشات التلفزة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ومن خلال شاشتكم ومن هنا نود أن نشير إلى أنهم قد خسئوا وخسئت كل مؤامراتهم ودسائسهم. هؤلاء أحفاد وأبناء القبعات الزرق بالتحديد وباقي الميليشيات وهم المتهمون الأول والأخير في بياناتنا. هل تعتقدون أن انتحال الاسم هو من أجل إيجاد يعني أرضية للزرفي أو للكاظمي لتسنم منصب رئاسة الوزراء؟ هذا تمهيد لإعلان ولاء من قبل هؤلاء الزمرة، هذه الزمرة من قبلهم حتى يعلنون الولاء للمكلف الذي ستصدر الأوامر من أحد رجالات الدين الذين يقودون تيار، هذا التيار الذي ساهم بصنع آخر ميليشيا من ميليشياته هي ميليشيا القبعات الزرق، كي يعطيهم الأوامر وسوف يدعون بأنهم يمثلون صوت المتظاهرين وسوح الانتفاضة وسوف يدعمون الكاظمي مثلا. بالنسبه لموضوع عدنان الزرفي اتصور فات الوقت يعني لهذا ان الان يعلنون تأييدهم لانهم ما اعلنوا رسميا يعني عن طريق زعاماتهم. طيب، اخيرا، هل تعاني اللجنه المنظمه للتظاهرات في ثوره تشرين من اي انقسامات او خلافات بين اعضائها؟ ابدا واطلاقا. اللجنه المنظمه لمظاهرات ثوره تشرين، هذه اللجنة التي تضم العديد من المكاتب، تضم مكاتب الثقافة ومكاتب الفن ومكتب الرياضة ومكتب العلاقات الخارجية، طبعا ناهيك عن مكتب سياسي. هذا المكتب يعني اليوم احنا اليوم هذه اللجنة اكبر اللجان وهي فعلا منظمة لهذه المظاهرات، ومتكاتفين ومتآزرين وكلمتنا واحد، وتربطنا علاقات وثيقة مع العديد من اللجان الاخرى والتنسيقيات الاخرى
والنقابات والاتحادات، ونحن الآن نمثل دولة مصغرة متكاملة الأركان داخل ساحة التحرير. هل نعم، شكرا جزيلا لعضو اللجنة المنظمة للتظاهرات الأستاذ علي عزيز، شكرا جزيلا لك.